من الرياض معي دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور محمد. طبعا هذا الجهاز الكثير اثنى على اهميته، برأي حضرتك ونريد ان نسمع رأيك طبعا باهميه، اين تكمن بالتحديد اهميه هذا اليوم بهذه الظروف بالتحديد التي تمر بها المنطقه والعالم طبعا بما يتعلق بالارهاب؟ من المعروف أن المملكة العربية السعودية من أهم ركائز قيام للدولة منذ قيامها هو الأمن. الأمن الذي كانت الجزيرة العربية لم تعرفه قبل قيام الدولة السعودية الحديثة، ولذلك ظل هذا من أهم واجبات الدولة، ترسيخ قواعد ومفاهيم الأمن. كانت وزارة الداخلية تقوم بهذه المهام لهذه القطاعات الواسعة، ولكن بعد أن أصبحت وزارة الداخلية مثقلة بكثير من المسؤوليات، رأت الدولة أن تؤسس هذا الجهاز المستقل يجمع كل أجهزة الأمن في جهاز واحد يرأسه شخص برتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وهو الملك. وهذا دليل على أن المملكة بكل ما تملكه من قوة في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في الداخل وفي الخارج ومساندة الدول المجاورة لنا، المجاورة للمملكة، ومساندة أيضا المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب. طيب نعم، الاهتمام الذي توليه المملكة لهذا الموضوع ودائما لكل ما يتعلق بأمن الدولة يعني ليس بجديد، ولكن هذا اليوم القيام بتقسيم هذا الجهاز تكوينه لست هيئات، نتحدث عن ست هيئات قسم الجهاز إليها، كيف ستكون آلية عمل هذه الهيئات على الأرض؟ أنا أعتقد أن يعني عمليات هذا الجهاز على الأرض حتكون أكثر كفاءة وأكثر قدرة، يعني الكفاءة متوفرة ولكن أكثر قدرة على الحركة، أكثر قدرة على مجابهة ما قد يستجد من ظروف أمنية أو ما قد يحيط بالمملكة العربية السعودية من محاولات، وهي مستمرة في محاولة إلحاق الأذى بالأمن والاستقرار في المملكة. من هنا أسألك يعني بعيدا عن داخل السعودي وأهمية هذا القرار، إلى أي درجة هي رسالة مهمة اليوم هذا الجهاز؟ أنا أعتقد أن رسالة مهمة إلى أنه ثقة العالم ستكون أكثر قوة بالمملكة العربية السعودية وفي أجهزتها الأمنية، كما هو مشهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ولكن بتأسيس هذا الجهاز وضم كل الأجهزة الأمنية في هذا في هذا الجهاز المرتبط مباشرة برئاسة الوزراء هو فعلا تخفيف ما كانت تقوم به وزارة الداخلية من أعباء كثيرة جدا، وتتفرغ وزارة الداخلية لمهام أخرى تتعلق بالتنمية، بتطوير الإدارة، لأنها المعنية بالإدارة المحلية في كل أنحاء المملكة، ولكن الجهاز الأمني هو الجهاز القوي الذي يؤمن الاستقرار ويؤمن راحة المواطن ويؤمن البلاد من أي محاولات سواء إرهابية من الداخل أو من الخارج وما أكثر تلك المحاولات. نعم، أنا أشكرك جزيلا من الرياض دكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا.